morning, girls. Today is Thursday, the 25th of February. Workbook, Unit 7, Places to Go. نكتب تحت كل صورة اسم هذا المكان. نطلع على الصور. الصورة الأولى إيش فكركم؟ شوبينج مول. طبعا الكلمات محطوطين بس مبعثرين مبعثرين، بدك ترتبيهم. طلع هاي سينما، طبعا تدرستوا الإملاء رح تعرف تكتبوها بسرعة. سينما، هاي أنا كتبت لكم يا سينما. ميوزيوم، قلنا في أشياء ثمينة. ميوزيوم، مكتبة فيها كتب. لايبراري، ملعب. بلاي جراوند، او مسبح. سويمينج بول، واخر اشي سبورتس سنتر، ملعب رياضي. كمان مرة نعيدهم. شوبينج مول، سينما، كافيه، ميوزيوم، لايبراري، مكتبة، بلاي جراوند، سويمينج بول، سبورتس سنتر. طيب هيا نطلع where are the people، كل واحد وين موجود. يلا نمبر 1، ايش هذا المكان؟ there at the playground. طب نمبر 2، there at the swimming pool. there at the swimming pool، في بركة السباحة. نكتب ايش there at. الثالثة وين؟ 1-3 هيها. there at the cafe. there at the cafe. آخر واحدة وين؟ في sports center. there at the sports center. there at the sports center. صح. طلع هون على الكلمات وبدنا نتعلق نشوف كيف نستخدم never, always and sometimes. قلنا always دائما يعني كل يوم نعمله، sometimes بعض أحيان بعض الأحيان لا، ونيفر ما بنعمله. طلع عليها، هي on Tuesday she goes to the theater، للمسرح بتروح، بتروح على المسرح أو منسميها سينما. On Wednesday she goes to the sports center. On Thursday she goes to the shopping mall. كمان مرة بتروح على الشوبينج مول، يعني كل خميس هي بتروح على الشوبينج مول. الأربعة أربعة لا، بتروح على السبورت سنتر. السينما بتروح مرتين في الأسبوع. بنقول نمبر 1، she never، هي ولا مرة goes to the cinema on Wednesday، ولا مرة راحت على السينما يوم الأربعاء. ليه؟ لأنها بتروح على السبورت سنتر، هي بتروح on Tuesday. طيب هادك تختاري جواب الصحيح، she never ولا sometimes ولا always goes to the cinema on Tuesday. هي دائما بتروح
on Tuesday. ولكن هل كل يوم بتروح؟ لا. إذا she sometimes مرات أو مرات لا goes to the cinema on Tuesday. Sometimes لأنه لو حطينا always يعني لازم كل يوم ثلاثة تروح هي مش كل يوم ثلاثة ثلاثة آه ثلاثتين لا ثلاثة آه. She هل هي never ولا sometimes ولا always goes to the shopping mall on Thursday هي دائما. إذا إيش نحط لها always. She always goes to the shopping mall on Thursday. هلا هي she goes to the shopping mall on Tuesday. بتروح على الشوبينج مول يوم الثلاثاء؟ No. She never goes to the shopping mall on Tuesday. She goes to the sports center on Wednesday. هل كل يوم هي بتروح على sports center يوم الأربعاء؟ No. هي مش كل يوم. مش كل يوم أربعة. Sometimes من الأربعاء. Sometimes يعني يومين في الأسبوع. يومين مرتين في الشهر بتروح. هل هي goes to the sports center on Thursday؟ No, she never ولا مرة راحت على sports center في Thursday لأنها بتروح على shopping mall تشتري أغراضها يوم الثلاثاء. إذا فراغ اختيار الثاني راح يكون رقم 2 sometimes. 3 بكون always. 4 never. 5 sometimes. 6 never. وعشان اليوم تالا قالت انه انا يا مس بخربش شوي بنيفر وسمتايمز واولويز انا عملت لكم ورقه عمل من الكتاب عشان تحلوها وتتاكدوا انه انتم فاهمين لا ببعت لكم اياها على الواتس. هلا احنا اخذنا زي ما قلت لكم انه عندنا في ثلاث كلمات حروف جر اللي هي at وon وin. وقلت لكم at تستخدم للساعة وon تستخدم للأيام وin تستخدم للأشهر. خلينا هلأ نجاوب هدول الأشياء. She always go gets up at 8 o'clock. إذا هون حطينا at لأنه الساعة 8. She never goes to school. في عنا كلمة Sunday قلنا الأيامات بتاخد on. معلش أنا كتابي محلول لأنه هديك السنة برضو حليته online وهلأ بعيد لكم إياه. She sometimes visits her cousins in July. لأنه جولاي شهر فمنحط لها in Sunday يوم نحط له on 8 ساعة منحط لها at. شوف هون كيف she sometimes goes to bed at half past 9 على 9:30. She always has a shower تاخد shower on Saturdays في يوم السبت. She never wears a coat ما عمرها لبست coat معطف in August في شهر 8 لأن الدنيا بتكون شوب. هذا سهل جدا برضو. نشوف هون في عنا قلنا صحين يعني always وصح يعني sometimes وكروس خطأ يعني never. بيلي حطين له صحين. بيلي always plays tennis. كاتي أنا صح sometimes plays football. بيلي sometimes plays basketball. بن never plays tennis. جيني never plays basketball. بن always plays football. شايفين هذا التمرين عملت لكم زيه في ورقة العمل. إن شاء الله إنك تعرفي تحليه لحالك. يا
هلا هون بدك تحكي عن حالك، انت ايش بتسوي؟ always ولا never ولا sometimes؟ about you، شوف about you يعني عن حالك. I never get up late، انا ولا عمري فقت متأخرة. I always brush، بدك تحطي always او never او sometimes والفعل. I always brush my teeth in the morning. هل انت بتفطري مع عائلتك؟ اذا ولا لا؟ انا بقول I sometimes، انا مش كل دايما، مرات ما بفطر معهم. I sometimes have breakfast. I sometimes have breakfast with my family. I never، أنا ولا مرة ركبت بالباص. I never catch the bus. بس البنات اللي بيجوا في الباص للمدرسة بدهم يحطوا I always catch. فهمتوا؟ يعني هذه حسب انتي. TV in the evening. I always، أنا بحب أتفرج بالمغربيات. TV always watch TV in the evening، بحب أحضر أفلام مسلسلات إشي. Read the song in the class book then take the boxes. Come and play with me. هلا بدنا نشوف كل عمل ونحط من الأغنية. طلع الأغنية شو قال. قال I sometimes play computer games. تقدر تفتحي كتابك وتشوفي. I sometimes play، هي حطينا عند sometimes play computer games. I always ride my bike، إذا منحط عند always صح. I always ride my bike. I sometimes watch a DVD، إذا منحط sometimes. I sometimes fly my kite، ومرات بطير طيارات. I sometimes snorkel in the sea. I sometimes read a book، كله sometimes تقريبا. I always play my new guitar، حط عند always. I never shop or cook، بحط عند never shop or cook، هدول التنين never. I sometimes surf the internet sometimes. I sometimes watch TV. I always have a lot of fun. So come and play with me. هينا إذن I sometimes ride my I always ride my bike. I sometimes watch a DVD. I sometimes fly my kite. I sometimes snorkel in the sea. I sometimes read a book. I always play my new guitar. I never shop or cook. I sometimes surf the internet. I sometimes watch TV. I always have a lot of fun. Come and play with me. نشوف هون الأو والأو. هون الأو دبليو، بدنا نشوف الكلمات نعبيهم. وهون الأو يو. طيب. Complete the words with او or او and the letters same. هلا بدك تحطي تعبي الفراغات، وبدل تحطي اما حرف الاس يعني ذا سيم مشابه، او حرف الدي يعني different مختلف. اوكي شوفوا. داون او دبليو، اوت او يو، مختلف ولا متشابه؟ مختلف. اذا حرف الدي different، different بنحط D، same متشابه بنحط S. brown بني O W، flower O W بيشبهوا بعض صح؟ اذا بنحط S. shout O U،
clown او w مش متشابهين بنحط different d. او يو ماوس وتراوزرز او يو اذا بنحط s ذا سيم متشابهين. كاو بقرة او w هاوس او يو مختلفات اذا بنحط different. نشوف هلا هون ال الرايم. The clowns got flowers red and blue. معاه ورد أحمر وأزرق. He's wearing brown trousers. بنطلون بني. But only one shoe. He's sitting in his house. He looks behind the wall. He's scared of a mouse. But it's only small. خايف من فار مع إنه صغير. إذا الكلمات الفاضيين flowers, brown, trousers, house, mouse. وهون كمان مرة brown وflower نفس الإشي S. Shout وكلاون مختلفات اد. ماوس وتراوزرز متشابهين اس ذا سيم. كاو وهاوس مختلفات ديفرنت. لحد هون بكفيكم، يعطيكم الف عافيه. ببعث لكم ورقه عمل كتير صغيره وحلوه تسلوا عليها، وبكفيكم ارتاحوا في عطله الجمعة. يعطيكم ألف عافية and goodbye.